بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان للحديث عن تفاصيل إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض. أعلن دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة وتصريحات صحفية أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها أجنبية وعربية والشهادات الثانوية الفنية. هذا بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي. للحديث أكثر عن قرار المجلس الأعلى للجامعات بينضم إلينا هاتفيا الصحفي والزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا فندم، وأهلا على المشاهدين ومتابعين التلفزيون اليوم السابع. أهلا بك. بداية لو تكلمنا أكثر عن تفاصيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض. في الحقيقة امبارح كان في اجتماع من الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، وده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبيستعرض الاجتماع عدد من التعديلات المختلفة فيما يخص أعمال الوزارة والقطاعات المختلفة التابعة لوزارة التعليم العالي. وطبعا كان في مقدمة ما استعرضه مجلس الأعلى للجامعات تقرير خاص بالإعدادات خطة تنسيق القبول في الجامعات لعام الجامعي 23/24، واتجه المجلس الاعلى للجامعات للموافقه على الغاء اختبارات القدرات بالنسبه لعدد من الكليات زي كليات الاعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنيه الصحيه، وايضا اختبارات القدرات اللي كان معمول بها في التسجيل العام الماضي بالنسبه للالتحاق بالجامعات التكنولوجيه وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، مع الابقاء والاستمرار على تنظيم اختبارات القدرات لباقي قائمه الكليات التي يشترط الالتحاق فيها والدخول لها اجتياز اختبارات القدرات المؤهله لذلك زي كليات التربيه الرياضيه، التربيه الموسيقيه، التربيه النوعيه، التربيه الفنيه، المسرح التربوي، طبعا معانا برضه ايضا كليات الفنون التطبيقيه والفنون الجميله والتربيه الفنيه. وهذا ما يخص في ما يخص اجراءات المجلس الاعلى للجامعات وفقا لتوجيه او قرار المجلس لالغاء اختبارات القدرات في فوز التدريب في العام الجامعي 2023/2024. إضافة لذلك أيضا اتخذ المجلس قرارا مهم جدا وهو إلغاء قواعد التدريب الجديدة، لأن كان موسم التدريب الماضي أو قواعد التدريب العام الماضي كان في قواعد حاكمة ضابطة لعملية التدريب، وهي قواعد التوزيع الجغرافي وقواعد التوزيع الاقليمي. فكان عندنا عدد من الكليات زي كليات التوحيد والتربيه والتربيه الجامعيه والمعاهد الفنيه والمعاهد الفنيه للتوحيد، هذه القائمه الكامله كان توزيع الطلاب للالتحاق بها كان يتم وفقا لتوزيع اقليمي، يعني بمعنى انا طالب من محافظه المنيا بدخل توحيد المنيا، ما ينفعش لا يستطيع الحق ان انا التحق بكليه توحيد جامعه القاهره مثلا على سبيل المثال. وهو ما راى المجلس الاعلى للجامعات ضروره فقط لاتاحه الفرصه امام الطلاب للالتحاق بالكليه التي يرغب فيها الطالب، وايضا وقف المجلس الاعلى على وصول الطلاب الحاصلين على الدرجات الجنب والمتوسط في الجامعات التكنولوجيه الحكوميه وفقا للضوابط المنظمه لهذا الشان. صحيح. طيب يعني خليني أسألك، يعني تكلمنا أكتر عن الآثار المترتبة على هذا القرار وموعد التنفيذ الفعلي أيضا لهذا القرار. هو بالفعل الموعد التنفيذ وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات هيتم بداية العام الدراسي المقبل، يعني بعد امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق في شهر يونيو المقبل وتستمر حتى منتصف شهر يونيو، بعدها بيبدأ الانتهاء من أعمال الثانوية العامة وينتقل نتائج طلاب الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي وتحديدا مكتب التنسيق، وبيتم البدء باتخاذ اجراءات التنسيق للقبول بالعام الجامعي 2023/2024، وهذه الدفعه هي التي سيتم تطبيق هذه القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للجامعات على دفعه الثانويه العامه العام الحالي في اجراءات تنسيق قبولهم بالجامعات الحكوميه. صحيح. الصحفي وزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع، بشكرك على وجودك معنا وكل المعلومات اللي تفضلت بها. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
اللي هنا تنتهي هذه التغطية. شكرا لحضرتكم على المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.